زياراته ومن خلال تليفوناته ومن خلال ما سيقوم به من جهود، هذا أمر متروك للدول الأعضاء، كل دولة تقوم بدورها وبتنسيق مع معالي الأمين العام، والأمين العام سيقدم تقرير في أقرب فرصة عن تنفيذ هذا القرار. إحنا كجامعة عربية أيضا بنؤكد على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع المساعدات الإنسانية، ولا نقبل أي تهديدات تطلقها إسرائيل بقصف أي مساعدات إنسانية قادمة من أي جهة، لأن لابد أن نفصل كما نفصل أو كما نتحدث عن المساعدات الإنسانية أو عن في أوكرانيا أو نتحدث عن المساعدات الإنسانية في أي موقع آخر، لابد أن نتعامل مع نفس الموقف كما نتحدث في القضية الفلسطينية. قضية أوكرانيا قضية احتلال، والقضية الفلسطينية قضية احتلال أخرى، وبالتالي لا يمكن أن يستمر التعامل بمعايير مزدوجة في كل هذه القضايا. شكرا جزيلا.